السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن إخوان، كي دايرين؟ كلشي بخير. بون، معكم ياسر الغازي، CEO and founder at IT Up to Your Style, trainer and consultant IT و MCT Microsoft. دونك جيت سعيد أنني نبدأ معكم واحد الكورس جديد اللي هو ديال Python for beginners. ألوغ، علاش فكرت ندير هذا الكورس بالضبط بايثون؟ علاش ما نديرناش شي كورس اخر؟ يعني هذا الكورس جا يعني من بعد فاش بدينا يعني في الكورس ديال يعني سي او اتش، بدينا في الكورس ديال سيكوريتي يعني ديال الهاكين. اوكي، دونك باش نخدموا الهاكين، ايثيكال هاكين، يعني غادي نحتاجو نكتبوا دي سكريبت. الوغ ماشي غادي نخدموا غير بلي تولز اللي يعني اللي ديجا واجدين، مي غادي تحتاج خصك تكون يعني تكون كتعرف تخدم بواحد سكريبتين لانجويج. اوكي، شنو هادشي؟ يعني احسن لونغاج اللي تقدر تخدم به يعني في السيكوريتي هو البايثون. مزيان، فقبل ما نبداو في الكورس، بعدا بالنسبه لي انا يعني ككل كورس يعني ولا انتروداكشن، خصني نقدم لكم راسي، يعني سيرتي في مايكروسوفت، يعني سي ان ار روتين سويتشين، سي ان ار سيكوريتي. مزيان، وبالنسبه سيرتي في يعني في ام وير، وسيرتي في مايكروسوفت الوغ، وهاداك مي ام سي تي يعني مايكروسوفت سيرتيفايد ترانر. وعندي بزاف ديال دي سيرتيفيكاسيون، يعني سواء في الويندوز سيرفر، في شير بوينت، في الكلاود كومبيوتين، يعني في البارتي ديال الازور. اوكي، دوزو. بالنسبه لي انا تانا كونفيرونسي، يعني درت دي كونفيرونس بزاف ديال لي زيكول دانجينيور، ومازال ان شاء الله تجي الفرصه ونتلاقاو يعني في دي كونفيرونس يعني اللي جايين في الايام القادمه ولا العام الجاي. اوكي، يعني خصك تبقى متبعين يعني لا باج ديالي سيغ فيسبوك وباش تعرفوا الجديد. مزيان، بالنسبه لي ريفيرونس ديالي سوا فيسبوك، لينكدين، والويب سايت، واليوتيوب، لاشين يوتيوب. اوكي، بالنسبه لاشين يوتيوب يعني جينا هنا، بالنسبه لاشين يوتيوب ديالي هي هذه، وطبيعه الحال حتى ديالكم يعني تقدروا تتبعوا معايا جوج ديال لي بلاي ليست، يعني كاين ديال سيرتيفاي ايثيكال هاكر، يعني اللي دابا كل نهار كنحط دي فيديو جدادين، وفي السي سي ان ا سيكوريتي، وبطبيعة الحال كاين ويندوز سيرفر، كاين بزاف ديال، كاين اوبن ستاك، كاين الكلاود، يعني تقدروا تتبعوا بزاف ديال لي كورس. مزيان، بالنسبه لهاد البايثون فاش نوصلوا مثلا في الكورس ديال سي او اتش، غادي نبقاو نديروا دي سكريبت حنا غادي نبقاو نديروا دي تولز ديالنا اون باراليل مع داك لي تولز اللي ديجا كاينين، الطرق اللي كاينين. الوغ هذا علاش خصك تكون كتعرف البايثون، ما يمكنش تكون داير سيكوريتي وما كتعرفش البايثون، يعني ولات شي حاجه ضروريه. مزيان، خرجوا هنايا ورجعوا هنا. بالنسبه للكورس اوتلاين ديالنا، يعني الطريقه ديال الخدمه ديالي ولا دابا معروفه ديال لي كورسات اللي كندير، يعني بنفس الطريقه. كاين بارتي يعني اكاديميك وبروفي بروفيسيونيل، كنجمع بيناتهم بجوج. بالنسبه للموديول 1 عندنا بايثون بيزيكس، عندنا فانكشنز اند موديول. في الموديول 2 الثالثه غادي نشوفوا بيزيك ماث، ماتيماتيكال اوبريتورز، غنشوفوا بايثون سترينجز، اتيريبلز، سيكوينس، ديكشنريز اند سيتس. غادي نشوفوا فلو كنترول، فايل بروسيسين، اكسبشن هاندلين، دايتس اند تايم. وغادي نشوفوا يعني كيفاش تخدم البايثون في الريال وورد، يعني كيفاش تخدموا نيشان. مزيان، بالنسبه لهذا الكورس هذا فور بيجينرز، يعني في اول واحد بغى يبدا يعني في البايثون. من بعد ان شاء الله نقدروا ندوزو البايثون يعني الادفانسد، نديرو كورس اخر الادفانسد الى لقى هذا الكورس يعني واحد مثلا يعني لقى واحد التفاعل كبير، الناس شافوه بزاف، استفدوا منه بزاف ديال الاشخاص، غادي ندوزو الادفانسد بطبيعه الحال في نفس في اليوتيوب، يعني في القناه الخاص يعني ديالي وديالكم بطبيعه الحال. اوكي، اول حاجه نشوفوا بايثون بيزيكس، يعني نبداو بهذا
بايثون بيزكس. بالنسبه لهذا غادي نشوفوا انتروداكشن تو بايثون، غادي نشوفوا كيفاش نديروا الانستالاسيون ديال بايثون يعني بالعاديه بالطريقه العاديه، غادي نشوفوا كيفاش نديروا الانستالاسيون بالاناكوندا، غادي نشوفوا الفرق ما بين الاي بايثون وسبايدر، غادي نديروا رانين بايثون نخدموه به، ونديروا هيلو وورد ليترالز بايثون كوماندز داتا تايبس فاريابلز هادو فاريابلز رايتين بايثون موديول وبرينت فانكشن هادشي كامل ونيم نيمد ارغيومنتس وكوليكتين يوزر انبوت وكيتين هيلب هادشي كامل كاين يعني في البيزكس. مزيان، اول حاجه شنو هو البايثون؟ وات از باي بايثون؟ علاش بايثون؟ شنو هما لي زافونتاج ديالو؟ شنو هما لي يعني علاش هو ولا معروف بزاف يعني واغلبيه كيخدم به ماشي في اي دومين، وخصوصا دابا ولا يعني فداك الا كنتو كتسمعوا يعني بالماشين ليرنين يعني كيخدم، خصك تكون كتعرف بايثون لونغاج اغ. مزيان غنشوفوا كيفاش داكشي كيخدم. مزيان غنديروا بحال هكا. هنا بايثون يعني واحد ديفينيشن يعني عليه، قال لك از ان انتربتد اوبجكت اورينتد هاي ليفل بروغرامين لانجويج ويز ديناميك سيمونتكس. اوكي، اول حاجه خصنا نشوفوا جوج ديال لي فيتشرز ولا شنو هو بايثون. هو اول حاجه يعني اوبجكت اورينتد بروغ يعني شنو بروغراماسيون اورينتي اوبجي. مزيان، وهو كي يعني كيتعتبر من الهاي ليفل بروغرامين، يعني كاين الهاي نقدروا نقولوا الهاي ليفل بروغرامين كاين كيتقسم بجوج ولا لو ليفل بروغرامين. بالنسبه هو مثلا سي ولا بايثون هادو كيتعتبروا من الهاي ليفل بروغرامين، يعني ما كيدخلكش لذاك لي ديتاي لتحت. مثلا في لو ليفل بروغرامين الاسامبلي مثلا باش كنلقاو الاسامبلي هذاك كيتعتبر منين هذاك كيتعتبر من لو ليفل. اوكي، it's high level built in data structure combined with dynamic typing and dynamic banding make it very attractive for rapid application development as well as for use as a scripting or glue languages to connect existing components together. يعني هادي هو بايثون قال لك سامبل. باش نكونوا واضحين شويه ونعطيو داكشي بالعربيه، حنا ما غاش نقراو يعني ديفينيشن هكاك. اول حاجه هو يعني جرافيكال انترفيس، نقدروا نخدموا جرافيكال انترفيس، نقدروا نديروا به مثلا هو يعني اي واحد يعني بيجينر يقدر يبدا به، حيت واحد اللونغاج اللي ساهل. علاش ساهل؟ حيت داك الكود ديالو ما صعيبش، يعني بحال اللي راك تقرا يعني اونغلي يعني الانجليزي، يعني هذا هو بلافونتاج ديالو، يعني الكود ديالو ما معقدش، يعني كتولي كتحس براسك بحال اللي كتقرا لونغلي. اوكي، مزيان، حنا عرفنا هذا. وكيقدر يخدم مع بزاف ديال لي بلاتفورم، تقدر دير يعني يخدم لك مع الماك، مع مثلا لينكس، تقدر يخدم الا درت مثلا شي بروغرام يقدر مع الويندوز، يعني هذا هو لافونتاج ديالو. مزيان، واي واحد بيجينر يقدر يبدا به. دابا غادي نشوفوا البايثون كيفاش بدا. اول حاجه بايثون كان اول فيرسيون اول يعني فيرجن، دابا راه فيرجن 3. اول فيرجن كانت خرجت في 1980، ثاني فيرجن كانت خرجت في 2000 يعني في 2000، والفيرجن 3 كان خرجت في 2008. اوكي، يعني هذه فيرجن 3 كانت خرجت في 2008. اوكي، غادي نشوف واحد الحاجه هنايا باش تعرفوا الاهميه ديال هاد بايثون. هنايا في ويكيبيديا، الا مشينا غير ويكيبيديا ديال لي هاد لي زابليكيشن لي خدامين بالبايثون، هادو هما كاع لي زابليكاسيون لي خدامين بالبايثون، يعني هاد الليست كامله هادو داروا تكخياو باش بالبايثون. مزيان، وبالنسبه يعني اللي معروفين اللي جينا الا جيت نقول لكم واحد سوليسيون ولا واحد سوفتوير ولا ديال الكلاود اللي دارت بالبايثون، شنو هي الاوبن ستاك.
يعني الاوبن ستاك باش نديروا واحد الكلاود برايفت اللي هي لا باز ديال الكلاود. الوغ هي دارت بالبايثون، يعني باش تعرفوا يعني الاهميه ديال هاد الاوبن ستاك. مثلا دروب بوكس كنلقاو حتى جوجل، كنلقاو اليوتيوب، هادو كيخدموا باش بايثون. مزيان، هنا مثلا قلت لكم اوبن ستاك، الا جينا لهنا هنا ها هي اوبن ستاك. راكم كتعرفوني كندير الكلاود بزاف، راني داير واحد لا فيديو في اليوتيوب كيهضر على الاوبن ستاك، شنو هو كاع، شنو كيفاش كيخدم، ولا انستالاسيون ديالو في سين تويس. مزيان، هنا هذا هو هذوما لي زابليكيشن لي خدامين بالاوبن ستاك. هنا باش نخدمو بالبايثون، الا دخلت هنا السيت اوفيسيال ديالي python.org كنلقى الدوكيومونتيشن، كنلقاو هنا داونلود الكوميونيتي، يعني مزيان اي حاجه كتحتاجها في الاوبن ستاك في البايثون. مزيان، فهذا كان غا فيديو يعني انتروداكشن على البايثون، يعني شنو هو البايثون، علاش دار، يعني علاش هاد اول حاجه خصكم تقولوا بلي اورينتد اوبجكت بروغرامين، يعني هو يعني داخل في داك بروغراماسيون اورينتي اوبجي يعني بالفرنسي. مزيان، اول ثاني حاجه شنو خصنا نقولوا بلي هو هاي ليفل بروغرامين، يعني لغه يعني هاي ليفل ماشي لو ليفل. مزيان، هذه عرفناها، وخصنا نعرفوا بلي يقدر يخدم في الويب، يقندو الانترفاس جرافيك وبزاف ديال لي شوز. هو ثاني وخصنا نعرفوا واحد الحاجه بعدا، هو ما كيحتاجش الانتربريتر ما كيحتاجوش. يعني شنو كان نديرو، مثلا عندك واحد اي بروغرام سي بلس بلس ولا شي حاجه باش تخدم، خصك شي واحد انتربريتي، شنو يدير، غادي يحول لك داك الكتاب داك الكود اللي غادي تكتبو للبيناري، يعني للزيرو. والان هنا البايثون لا، كتكتب الكود، البايثون هو اللي كيتكلف، يعني هو اللي كيدير كلشي، يعني كيسهل عليك الخدمه. فنتمنى تكونوا استفدتم هاد لا فيديو، كان انتروداكشن على البايثون. في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش انستاليو البايثون يعني بالطريقه العاديه، وموراها غادي نشوفوا كيفاش انستاليوه بالاناكوندا. مزيان، فنتلاقاو في لا فيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم.